اليوم راح نتعرف على أخطر جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي، جنود لواء جولاني. أول شيء أعرفه إنه كل إسرائيلي بيعرف كيف منظر جندي من لواء جولاني. كيف؟ القبعة البنية، العلامة الشجرة على كتفه، ونار بعيونه. جنود جولاني على مدار السنين شاركوا في كل حروب ومعارك إسرائيل. ليش؟ لأن أول الجنود اللي يفوتوا على أرض وعمق العدو ويقابلوه بشجاعة. على فكرة في مثل بيقول العين بالعين السن بالسن والبادي أظلم، وهذا الإشي بالضبط بنقال على جنود جولاني. كيف أنا بعرف؟ شغلي وحدي، قبل 19 سنة أنا كنت جندي في لواء جولاني. مي مشوقة. الجنود عم بحضروا حالهن لمسيرة القبعة، واليوم قررت إنه أنضم إلهن وأمشي معهن مسيرة القبعة بالضبط مثل ما أنا عملت قبل 19 سنة. يلا، مثل ما انتبهتوا أنا انضميت لمسار القبعة لجنود لواء جولاني، وراح تفهموا منيح ليش هاي الجنود مجانين مش شجاعين. تعالوا معي، تخبرني ماذا أومر لخبوشتا كومتاخ وما لغوش. זה לדעת שמהרגע הזה הוכתרת להיות לוחם בגולני, להבין שמעכשיו מוטלת עליך למשימה, להיות מוכן בכל משימה שיתנו לך, בכל גזרה, בשביל להגן על המדינה. וזה אולי הדבר הכי משמעותי שהקומתה החומה הזאת מסמלת, עם כל הרקע שיש לה היסטורי. לואו גולני יוערף איידן בלואו רקם 1 في إسرائيل. تم تأسيسه بتاريخ 22 فبراير 1948. خاض لواء جولاني الكثير من المعارك ضد الجيوش العربية، هو أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل. لما جولاني دماغي طبعا بتصعب أين أورينا لزي؟ خاد بخلا جولاني دماغي طبعا جيش دماغي طبعا جيش لما جولاني؟ תגיד לי. ישראל, גולני זה ישראל. אהבתי. ואללה, אהבתי. על הפקר, למה בעול אינו גולני היי ישראל, פי סבב בסיט ג'דן. ישראל, דולי, אלי טבען בצ'ופו יהודי, מסלם, נסיחי, דורזי, יעני מן ג'מיע תוואף, מושתמע על ישראלי. ועל הפקר, נפס שי פי לוע גולני. בתאריך 4/10/2003 إرهابية فلسطينية دخلت على مطعم ماكسيم في حيفا وفجرت المطعم، وهي قبل بشهر من خدمتي. نتيجة الانفجار انقتلوا 21 إسرائيلي، 4 منهم كانوا عرب. بهذا الوقت فهمت نهائيا إنه الإرهاب بفرقش بين العرب واليهود. إذا أنت في إسرائيل أنت ممكن تكون جزء من عملية إرهابية ضدك. يعني جيش الدفاع الإسرائيلي بتسماش جيش الدفاع اليهودي. لما قررت إني أتجند، يعني دائما كنت عارف إنه هذا القرار المضبوط، هذا القرار الصح اللي لازم أعمله عشان أخدم دولتي. لما جيش الدفاع الإسرائيلي بدافع عن دولة إسرائيل، بدافعش بس على 80% من دولة إسرائيل اللي هي اليهود، 20% من دولة إسرائيل كمان عرب وكمان عليهم هو بدافع. ولما حماس وحزب الله بيهجموا علينا على دولة إسرائيل، صواريخ انت ايش تفرق بين العرب واليهود؟ فقررت أخدم عشان أحمي مجتمعي لثلاث سنين لقدام. بعد ما صرت قائد على فكرة في لواء جولاني، شاركت في معركة لبنان الثاني، وواحد من أصدقائي سألني قبل ما فوت على لبنان، قال لي يوسف كيف حاسس أنت تروح وتحارب إخوانك العرب؟ قلت له أنا رايح أحارب إخواني العرب، أنا رايح أحارب منظمة الإرهابية حزب الله. قال لي لا ومش لا وأبصر إيش، ما اتفقناش. بس خلصت الحرب
اجى زارني وقال لي يوسف فهمتك، طلعت هيك عليه بقول لي انا فهمت شو قصدك لما قلت انك انت رحت تحارب منظمه ارهابيه اللي هي حزب الله. والسبب انه هيك قال لي في الحرب بلبنان الثاني 44 مواطن اسرائيلي قتلوا على يد حزب الله، نصهم كانوا عرب مسلمين. يعني حزب الله قتل عرب مسلمين اسرائيليين خلال حرب لبنان على مدينتي مدينة الناصرة، صواريخ قتلوا اطفال واصيبوا العشرات على مدينتي. يعني لما انا كنت في لبنان برهنت انه انا عم بحارب عشان شعبي، عشان مجتمعي، عشان دولتي، وعشان مدينتي، عشان عيلتي. بلما مكون اتدود ذاك رفيق الجيش لجولاني سببين. سبب الاول لواء رقم واحد في الجيش الاسرائيلي، نقطه سطر جديد، فش احسن منه. طلعوا على الجنود هون كل واحد فيهم بطريقه ايجابيه بقولها مجنون، شجاع بيقولوها بالعبراني. يعني بلاش يتعاملوا معنا، بلاش يتعاملوا معهن. ولما رجعنا انا ورؤي كان بيناتنا هيك حكي عن المجتمع الاسرائيلي، وعن تعرف يعني ثقافة المجتمع الاسرائيلي وتعدد الثقافة في المجتمع الاسرائيلي، عرب ويهود ودروز ومسيحية واسلام. فاجا قال لي رؤي جملة واحدة، قال لي يوسف في جملة بالعبراني اللي بتقول كل اسرائيل عارفين زي لزي. بالعربي كل اسرائيل تكفل او يكفلوا بعضهم البعض. اجا قال لي ما تاخذش العبارة هاي كعبارة دينية او شغلة من الشكل، قال لي خدها كعبارة اجتماعية، انه كل اسرائيل عرب ويهود مع بعض لازم يكفلوا ويهتموا ببعض. وهذا فعلا الاشي اللي انا عم بحاول اسويه اليوم في مجتمعنا، انه نقلص الفجوات بين اليهود والعرب، نقرب المجتمع العربي الاسرائيلي للمجتمع الاسرائيلي كله، ونقوي المجتمع الاسرائيلي، وعن طريق هذا الاشي نقوي كمان دولة اسرائيل. وان شاء الله احنا في الطريق المضبوط. واحدة من المهمات اللي كنا نعملها أنا وقائدي رؤي كلاين في جولاني هي نصب كمين لأعدائنا. لأسفي رؤي بيعرفش أنه أنا أسست جمعية وسميتها معا نكفل بعضنا البعض، لأنه رؤي قتل خلال حرب لبنان لما قفز على قنبلة عشان ينقذ حياة جنوده، فعلا بطل إسرائيل. زي ما أنتوا شايفين أنا في مسار القبعة مع جنود جولاني من الأول للآخر، حالياً مكملين في كل قوة 100 كيلومتر. المرة الجاية لما نلتقي راح يبقى لنا 5 كيلومتر انضموا إلينا. الساعة هلأ 5:15 الصبح، ولهاي النقطة راح يجوا جنود لواء جولاني وراح يكونوا زي ما انتو شايفين ينضموا للأهالي اللي بيستنوهن هون. آلاف الأشخاص اجوا لهون من جميع أنحاء البلاد في إسرائيل، والسبب كل ايدن عم بيستنوا جنود لواء جولاني لينضموا معهن لمسار القبعة ونخلصوا في آخر نقطة في تصومت جولاني. وطبعاً أنا متأكد 100% إنه الأهل كتير متحمسين. تعالوا معي نسألهن شوي. معنيني مخيفغي؟ ياشي نرقد بشعشش ببوكر؟ لمين مخاكيم؟ أخا جيبو معه جولانشيك؟ كيف؟ أيزك دود؟ 51 كفوت. شلوم لكم، معنيني؟ أهلاً، ما أتسام بسرعة جمهور، رجع أز אתם مخاكيم לאח שלך ולבן שלך אחרי מסע הקומטה. אבל אתם גם גולנצ'יקים, נכון? איזה מחזור אתה? אני הייתי ב-13/6/1983. 83?
אוגוסט 16. אוגוסט 16. גדוד 13? שניכם גדוד 13. והבן? גם הבן. גם בגדוד 13. הוא היה ב-51, עבר לגדוד 13. עכשיו תראה. שמעתם את הבדיחה הזאת פעמיים כבר. בואו תשמעו אותה למצלמה פעם שלישית. מה אומרים? חיילים בגדוד 51. 12 ועוד 13 כפול 2 לא מגיע ל-51. אבל כן. עטיני בס אחססק, יעני. שו אחססק למה בתערף אם היום אבנק חלס מסע קומתה? כמו שאמרתי, גאווה והרגשה בשמיים. אין דברים כאלה, קשה לתאר. אני מאוד גאה בבן שלי. طلع مش اشي هوين يعني مساكم تا جولاني كله مع بعض اكيد يعني في تحمس ومتأترين كمان والفخر طلع تحمس والفخر لانه هو مش جديد علي الاشي هذا لانه الوالد انا كنت في الجيش وكمان نفس الشيء في الكرافي عشان هيك الاشياء هاي تيجي بالنسبة إنه طبيعي. يعني مش إنه إشي جديد يعني لأنه زي ما قلت أنت الطائفة الدرزية 85% صح بس الأغلبية 85% من 85% إذا مش 90% محاربين كرافيين لأنه الجندي الدرزي بقبلش روح على القرية تبعته يقول أنا جبني جبنك طبعا يقول أنا في فرقة هون وهون وفرقة حلوة فرقة منيحة فرقة هيك عسى يكون عنده القابة وإن شاء الله بالنجاح للقوة. ولما سمعت ابنك إنه هو في لواء جولاني لأنه لواء جولاني في الأول انصدمت لأنه كانت الستيغما عن جولاني إنه مجانين مش مجانين احنا كل وقت نستيقن نستنخنيهم عشان شكل بس جولاني زي من احسن فرق اليوم في وحدات الجيش الدفاع الاسرائيلي. هذا هو وصلنا لاخر كيلومتر لنهايه مسار القبعه. هذا هو عظمه لواء جولاني. فرجوا زي ما قلت لكم في جيش الدفاع الاسرائيلي بيخدموا يهود عرب مسيحيه دروز اسلام وخاصه كمان في لواء جولاني نفس الشيء والهدف الدفاع عن دوله اسرائيل وعن المجتمع الاسرائيلي المكون من يهود وعرب. وطبعا معي شادي قريبا جدا. شادي بنخلص مسار القبعة متحمس؟ أول شيء شو الوضع؟ كيف كان؟ صعب ها؟ بس طبعا إياك كيف بقولوا نجحت وكملت وآخر كيلومتر وطبعا أنت كمان نجفست يعني مش حيالله هاي في وزن هون ها؟ شادي مش أول واحد بالعائلة اللي بيخدم في قوات الأمن الإسرائيلية لكن هو أول واحد في العائلة اللي تطوع للجيش. ايش السبب اللي قررت فيه انك تفوت وتخدم في جيش الدفاع الاسرائيلي؟ والله صراحه حبيت اخدم الدوله واعطي الدوله ايش فيها اتطوع. طبعا كعرب ما مش اجباري يعني اجباري اتطوع فانت اتطوعت عشان تخدم المجتمع بالضبط. طب ليش بالضبط لواء جولاني؟ احسن لواء احسن لواء والله معك حق 100%. إيه طب يعني متحمس انت تعرف اخر كيلومتر الا قبل الا كيف بتخلص اصلا مش بس هيك كمان لازم نعرف انك انت نيجيفيست وهذا يعني انت عليك وزن اضافي غير عن باقي الجنود فيعني كل الاحترام والتقدير لك. طب هسه بس تاخذ القبعه البنيه شو راح يكون احساسك؟ يا حلو حلم حققته جابو بكتر شو اني جي ابو واحلى جيبور شايفين هذا الوضع مع انه 100 كيلومتر الكل تعبان بس الضحكه والابتسامه مش راح تطلع من ولا واحد وطلعوا اسمعوني منيح كل جندي وجندي هون بطل الأبطال ويانا قربين على إنه ننهي المسار وبنشوفكم غاد باي. هلا
هذا هو السبب، هذا هو سبب لمسار القبعة، لأنه كل جندي وجندي بده ياخذ هاي القبعة البنية اللي فعلاً بتقول إنه هو جزء لا يتجزأ من لواء جولاني. ألو بمشبات يا خير خام مساكم تا؟ ها؟ بمشبات يا خير خام مساكم تا؟ ولا متواف؟ متواف؟ أبغى تو مستريح؟ لا ما ولا ما ولا ما ولا. ما توليس لو كين ما توليس. يا خير مساكم تا؟ كين؟ أبغى تو مستريح؟ لا تصدق. بنمشي. تأذي خيوخيم تأذي خيوخيم تأذي خيوخيم. يا خير مساكم تا؟ ولا يا مسخرة. אבל, 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 יש את ה... את מה? את הקומדה סוף סוף? הקומדה על הכתף. זה הכי חשוב, אחי. הכי חשוב לי. הכי חשוב, הכי חשוב. יאללה, מעולה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. יאללה, כתב. שבו לחבר. שעדי, ג'חס חלו. יאללה, ווין, 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 מין בעד, מין בעד. נון, נון, נון. איך היה? איך היה? טובה. איך היה? טובה? איך היה לכם? כן? היה טוב? כן? רק תבינו את העוצמה. איפה מובס? قوة لواء جولاني وجنود لواء جولاني يوسف ليوسف كيف كان يا خيا؟ ايخ تاخشي ها؟ ايخ مسا؟ والله يا سبب عمرت اوتك مش صريخ؟ كان؟ ايو خلفين زي اخي خشب يلا 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 استقبلتك متابت ايه تيو جيم تيو جيم في الساحة هاي موجودين جنود لواء جولاني اللي خلصوا مسار القبعة ومن هون راح يجتمعوا مع المحاربين اللي موجودين على حدود غزة إسرائيل لبنان إسرائيل وطبعاً في الضفة الغربية ليحاربوا ويدافعوا عن دولة إسرائيل. ومهم جداً أن تفهموا أنه في الساحة هاي نفسها موجودين جنود من جميع الطوائف، يهود، إسلام، مسيحيين ودروز، كلياتهم مع بعض لهدف واحد واللي هو الدفاع عن دولة إسرائيل. قلت لكم برجع بقولها، لواء جولاني لواء مجنون. قلتي تحسكويتم.